طيب اليوم الفيديو تعاوننا كيف بشتري ساعة ذكية، شو المعيار، شو التفاصيل، كل هالمواضيع حنحكيها بهذا الفيديو. أول معيار حنحكي عنه هو معيار السعر. السعر طبعا أول شغلة بليز بدي سعر رخيص وساعة حلوة ومناسبة. حاعطيك أنا لستة بالساعات وأنت الاختيار لك بهذا الموضوع. اتذكر في بعض الساعات ما فيهم جي بي اس لأنه سعرهم رخيص، فبشيروا منه الجي بي اس كرمال ياخدوه من التليفون، فتذكر هذا الموضوع. عندك ساعات مثل باند 8، باند 7، شاومي باند 8، شاومي باند 7، ساعات ممتازة جدا، تفاصيلهم حلوة، فيهم مواصفات كتير حلوة، شكلهم صغير أكيد ولكن أسعارهم كتير حلوة، عم نحكي ب 30-35 أقل من $50، يعني هيك الأسعار بهدول الساعات. وعندك ساعة اللي هي شاومي ريدمي ووتش 3، من الساعات المميزة صراحة، فيها سبيكر الساعة، عملت عليها تجارب كتير، الساعة ممتازة ورائعة جدا. تاني معيار بدنا نحكيه هو موضوع الرياضة. شخص أنا رياضي، بحب أركض، بحب أعمل جيم، بحب أسبح، بحب أعمل سايكلينج، كل مواضيع الرياضة. أكيد طبعا في ساعات مميزة بهذا الموضوع يلي هن ساعات غارمن، يمكن في بولر، في سونتو، بس أنا بصراحة ما تعذب حالك وتفوت بهذول الساعات. أنا جبت الساعات وراجعتهم، ما شفت صراحة يعني مناسبين إلنا كدول عربية، بينما غارمن لأنه فيها لغة عربية فممتازة جدا، البقية ما فيهم لغة عربية، فبدك حط ببالك هيدا الموضوع. طب أي ساعة أشتري من غارمن؟ لأنه صراحة في كتير ساعات. شوف حأختصر لك موضوع الساعات بغارمن وحأمشي لك هيك بشكل سريع الفرق بين الـ 265 لأنه كتير بنسأل عليها هيدا، وبين الـ 965 مشان تقدر أنت توضح هيدا الموضوع. أول شيء بالنسبة للسعر، السعر الـ 965 هي $600، وهيدي أقل منها اللي هي 265، أقل منها $150. طب هال $150 ليش أرخص من الـ 965؟ هلأ الاثنين ممتازين من ناحية الرياضة، من ناحية الركض، من ناحية السايكلينج، من كل التفاصيل، بس طبعا كل ما بتطلع بالفورنر، ساعات الفورنر اللي هي 265 بتطلع للـ 965، بتحصل على أمور أفضل. من بين هالأمور هيدي الشاشة. الشاشة عندك شاشة 265 هي 1.3 بينما الـ 965 هي 1.4، يعني شاشة أكبر شوي، يلي بحب الأشخاص اللي بحب الساعة شوي حجمها أكبر عليه. بالنسبة للسوار الاثنين عليهم 22 ملليمتر، فما عندك مشكلة بالنسبة للسوار، فيك تستعمل الستاندرد أي سوار بدك إياه على ساعتين. طبعا بتذكر 265 أخف وزن من 965 لأن كلياتها بلاستيك، هيدي النقطة حطها ببالك، يعني بتحس حالك حامل بإيدك ساعة لعبة كأنها، بينما 965 بتحس حالك حامل ساعة رياضية وبنفس الوقت فيها تايتانيوم اللي هي الإطار الخارجي تعولها من التايتانيوم. والشغلة بدك تنتبه عليها موضوع الرام اللي هي الميموري اللي موجودة بالساعات. عندك 8 جيجا بال 265 وعندك 32 جيجا بال 965. طب شو الفكرة، يعني شو بستعملها؟ إذا تحط ميوزك، بدك تنزل تطبيقات معينة من المتجر تعول غارمن، فبتصير ليميتد الساعة عندك، فتذكر هذا الموضوع كتير مهم. وتذكروا الساعتين اللي هن غارمن ان جنرال بيشتغلوا على نظام الاي او اس والاندرويد. نيجي على موضوع البطارية، عم نحكي على بطارية الـ 265 13 يوم، بينما الـ 965 عم نحكي على 23 يوم. انتو شايفين فرق؟ هلأ إذا بتطلع شوي أعلى اللي هي الأبكس عم نحكي على شهر، مثل هيدي الأبكس 2 برو عم نحكي على شهر ساعة، يعني إذا أنت هلأ قبضت معاشك، لنفترض هلأ قبضت المعاش، المعاش الجاي اللي بتقبضه مرة تانية بتكون خلصت بطارية الساعة. وبنيجي على الموضوع المهم اللي كتير كتير مهم والناس ما بتنتبه له، هو موضوع الخرائط. الساعة 965 عليها خريطة بلت إن بالساعة، فيك نزل أي خريطة بالعالم ما عندك مشكلة، بينما 265 ساعة ما فيها خريطة. تذكر هذا الموضوع. هلا حتقلي طب انا ما فيني مثلا اعمل راوتينج او شيء اذا ضيعت او شيء، لا فيك تعمل ما عندك مشكله، بس ما في خريطه تشوف انت وين عم تمشي، مسارك كيف عم بيمشي. بينما ب 965 وساعات الغاليه، يعني 965 عندك الابكس او عندك الفينكس، هول كلياتهم ساعات فيهم بلت ان ماب. وعندك طبعا البرامج الرياضيه اللي موجوده على 965، في منهم موجودين على 265، ولكن الجنرال اللي هن الركض، البايسيكل، السباحة إلى آخره من هالمواضيع هذه كلها موجودة بال 265 وال 965. هلأ في شغلة يمكن ما تهمك، بس في ناس بيقول لك لا أنا هيدا الموضوع كتير بهمني، يلي هي الستامنا.
ستامينا شو هي فكرتها؟ هي تخزين جسمك، يعني انت عم تركض بتشوف لايف انه والله جسمي انا عم بتحمل، في عندي مجال اني انا اركض لهالمسافه هاي، اللي مبين من الشارت انه عندي فيني اركض مسافه معينه. فكل ما بينزل الرقم او تنزل الشارت هيدا البار اللي بتشوفوه بينزل لتحت، يعني عم نحكي نحن عم بيضعف جسمك او خزينه جسمك من المواد، فانت مضطر انك انت يا توقف شوي وتهدي وتمشي شوي شوي بعدين ترجع تركض لحتى ترتفع الاستامينا. هيدي فكره الاستامينا هلا كتير حلوه هي، ولكن هي منا موجوده على 265. فانت عندك اكثر من اوبشن، عندي 265، عندي 955، عندي الابيكس، عندي الفينكس. طب انا واحدة اختار حسب الماده، هيدا المعيار الأول اللي حكينا عليه. إذا أنت بالنسبة لموضوع السعر ما بيعني لك، روح على الفينكس برو أو روح على الأبيكس برو. ساعة فيها فلاش لايت، فيها جنريشن الجديد تعول جارمن اللي هو الهارت ريت جنريشن الجديد، يعني فيها تفاصيل حلوة. في عندك الجيت لاج إذا بتسافر كتير من منطقة لمنطقة، بتروح مثلا من لبنان على أمريكا، فالجيت لاج بتساعدك كيف تنظم أمورك وتنظم وقتك وهالتفاصيل هذه كلياتها. يعني هالقصص هذه كلياتها منها موجودة بساعة 965 و 265. وطبعا شكل الساعة الأبيكس شكلها مرتب كتير وشكلها حلو وحكيت عنها بتفاصيل، هي و 965. إذا بتحبوا بترككم بآخر الفيديو تفاصيل عن هيدا الفيديو. وطبعا اذا انت بتحب السايكلينج 965 265، كلياتهم ممتازين. ساعات الابيكس الفينكس ممتازين، اختار اي وحده بدك اياها، وتذكر السعر هو الموضوع اللي عم نحكي فيه. طيب اذا انا بحب الغوص، غواص مثلا، وبحب انزل دايفينج وهالقصص هي كلياتها، طب انو ساعه بتنصحني؟ شوف عندك جارمن اللي هي الام كي، معروفه الساعه ممتازه جدا بموضوع الغوص، او عندك الهواوي الالتيميت هي مخصصه للغوص. الساعه 100 متر فيك تنزل فيها، ما في ساعات تنزل حتى لو كانت كاتبين لك 100 متر، ولكن ما بينزلوا لانه هول الساعات خاماتهم كتير عاليه، ان كان الام كي ولا ان كان من جارمن يعني، او حتى هواوي التيميت. طيب نيجي على المعيار الثالث اللي هو الصحه. انا بهتم بصحتي، رياضه خفيفه، بمشي، بعمل ووكينج، هالقصص هي كلياتها. شو الساعات اللي بتنصحني فيهم؟ ما في غيرهم، ابل واتش اكيد، عندك سيريز 8، حتى الالترا كمان ساعه ممتازه جدا. سيريز 8 اذا انت كتير بتضايق موضوع البطاريه روح على الالترا، اذا ما بهمك موضوع السعر عم بحكي، اذا انت بدك بهمك موضوع السعر روح على ساعة يلي هي الاس اي. في قصص حتخسرها مثل تشبع اكسجين بالدم وبعض الامور، ولكن اي سي جي مثلا تخطيط القلب، ولكن منا موجوده بهيدي الساعه لانه هن عاملين للاشخاص يلي ماديا شوي محتاجين انه يشتروا ساعة ابل، ولكن المادة عندهم هي اساس كل شيء. بتعرفوا انه الابل ووتش ما بتشغل الا على جهاز الاي او اس او على جهاز الايفون. طب اذا انا عندي اندرويد فون شو بشتري؟ اذا انت عندك سامسونج اشتري الووتش 6، اكيد ساعة رائعة جدا ممتازة بكل تفاصيلها بموضوع الصحة، وانا بعتبرها من الساعات المميزة بموضوع الصحة، وحكيت هذيك السنة انه ساعات الابل ساعات السامسونج من الساعات المميزين بالصحة. اي وحدة بختار حسب المادة، بنرجع على المعيار الاول يلي هو حسب المادة تعيتك، اختاري اللي بدك اياه من هدول الساعات، ساعات ممتازة. حتى الووتش 5 برو كمان ساعة ممتازة جدا، في تشتريها سعرها حلو هلا، صارت السعر عم نحكي على $220 هيك صارت سعرها للساعة، فبنشوف انا هيك ساعة ممتازة جدا. اما الاشخاص اللي بهمهم موضوع البطارية وبنفس الوقت بهمهم موضوع الصحة يلي هي الاي سي جي تخطيط القلب، فحص الدم، هالقصص هي كلياتها يلي بتعملها ساعة هواوي ووتش 4 يلي فيها تفاصيل كتير حلوة من ناحية تخطيط القلب، حتى بتفحص لك الشرايين تعولك، شف لك كمان حتى فحص للتنفس تعولك، يعني فيها تفاصيل حلوة للساعة، فاكيد بالنسبة لي ساعة ممتازة جدا بهذا الموضوع. والمعيار الرابع اللي بشوفه اذا انت من الاشخاص يلي بهمك الشريحة الالكترونية، يعني سمارت ووتش عم نحكي، شريحة الالكترونية، الدفع الالكتروني، بهمني انا مساعد شخصي، بهمني موضوع الاتصال من الساعة والرد على الاشعارات وهالقصص هي كلياتها، يعني هيدا الموضوع الصراحة بشوفه من الساعات الذكية قلال جدا، وما في غيرهم الساعات يلي هن ابل ووتش او حتى سامسونج، فانت بتختار واحدة من هدول الاثنين، غير هيك الساعات صراحة ما تفوت. يعني اذا انت بدك ساعة مقبولة بموضوع السمارت ووتش، انا عم بحكي شريحة الكترونية وهالقصص هي كلياتها، فيك تروح على الووتش 4، وفيك تروح على ساعة اللي هي الجي تي 3 برو.
من الساعات المميزين اكيد كشكل وهالاساسي كلها. طيب نيجي على الموضوع الخامس اللي هو معيار البطاريه. بطاريه اساسي بكل ساعه، ما بهمني المصاري، ما بهمني الرياضه، ما بهمني سمارت ووتش، بهمني ساعه يكون فيها بطاريه ممتازه. طبعا كلكم بتعرفوا ان هواوي من الساعات المميزه بموضوع البطاريه، فانا بنصح بساعه جي تي 3 برو، ساعه شكلها حلو، سعرها صار حلو كتير، ويعني تفاصيلها حلوه للساعه، فبشوف هيدي الساعه من أجمل ما أنتجته شركة هواوي صراحة. وإذا ما بهمك السعر وبهمك فخامة وهيك شكل كمان فخم وحلو كتير وبطارية حلوة، فأكيد روح على ساعة الألتيميت، ساعة فعلا فعلا قوية ورائعة جدا، شكلها بالإيد خطير جدا الساعة، وحجمها كتير كبير الساعة. فإذا كمان موضوع الحجم بزعجك فأكيد لا ما تروح بهيدي الساعة، لأنه ساعة عن جد يعني اللي بتشوفها بإيدك حجمها منه صغير. وفي عندكم ساعة أنا بشوفها من الساعات المميزين كتير يلي هي ساعة الأميزفيت جي تي آر 4، صراحة كتير حلوة هالساعة، السبيكر تاعولها ممتاز، تفاصيل فيها حلوة، كل القصص حلوة كتير، بس تذكر موضوع دقات القلب عندها دقة ضعيفة شوي بالنسبة للساعات الثانية، بالنسبة لأبل ووتش، بالنسبة للجي تي 3 أو ساعات الهواوي. فهيدي حبيت شارككم الموضوع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، وإذا عندكم أي كومنت كلية تحت. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.